من هذه القاعة تقوم عناصر شرطة مترو الجزائر بمراقبة كل أروقة المحطات لكبح الجريمة المنظمة وغير المنظمة، إذ في حالة وجود مشتبه به تقوم العناصر المكلفة بمراقبة الكاميرات بإبلاغ مختلف الفرق الموزعة في الميدان لإلقاء القبض عليه واقتياده إلى أقرب مركز شرطة داخل المحطة. هذه قاعة فيها حوالي ما يفوق 600 الكاميرات مراقبة. هذه الكاميرا راهي موزعة على 19 محطة مترو. نوجهوا للزملاء تاعنا اللي راهم في الميدان في المحطات عندما تكون حاجة ما أي حادثة ما. خبرة رجال الشرطة المتواجدين بالميدان أضفت سلاسة على عملية التحقيق، وكنتيجة لذلك حصيلة معتبرة من التوقيفات والقضايا المحلولة. فيما يخص إحصائيات سنة 2021 من مراقبة أزيد من 19942 شخص مشبوه، أسفرت على إيقاف 62 شخص في محل بحث. المترو كاين لا سيكوريتي بيان الحمد لله، والله الحمد لله كي كلها في المترو تسمى كاين لا سيكوريتي، جامي واحد داليك حاجة تسمى الحمد لله لحد الآن ما صار حتى بروبليم في المترو. نتحسوا بالأمل صح، وعلاش أنا يعني شوفوا يعني الشرطة يعني قايمين بالواجب تاعهم. كاين السكريتي هنايا عجبني بزاف في المترو تاع الجي، انا حاسي بزاف الامان هنايا. انا من نيويورك سو انا شفت هنايا كيما في الامريكان. الجهود والتنسيق بين مختلف فرق المترو الهدف منها واحد، وهو حفظ سلامة وممتلكات المواطن.